أعتقد أن إيران ليست بالقضاء التي ستواجه فيه العالم إذا ما توافقت الإرادة الدولية لإصدار قرار من ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. ولكن يعني كبداية نحن نعلم سياسيا أنه يجب أن يتظاهروا في مظهر القوة وأنهم يتحدون أي قوة ستدخل. ولكن أعتقد أنه إذا أصدر هناك قرار من مجلس الأمن أعتقد أن التراجع سيكون سريع وسترجع الأمور لنصابها. حتى أعتقد أنه ممكن في إظهار القوة الحوثية القوة التي تستطيع ردعهم سيكون هناك تراجع. ولكن هم أعتقد أن ما أصدروه من تصريحات هذا اليوم أعتقد أنه نابع ليس من الحوثيين بل من طهران التي تدعمهم سياسيا وعسكريا على أرض الواقع. ونحن للأسف دول الخليج يعني وإحنا كنا نطالب دول الخليج بألا يكون فقط الوضع السياسي. يجب أن ننقل المعركة بدل ما هي يعني بالقرب منا هناك يجب أن ننقلها للجانب الآخر. نحن نعلم أن هناك الكثير من المشاكل في الجانب الآخر يجب أن ننقل الحرب أو الصراع للجانب الآخر. أما إذا قمنا فقط في بطريقة دفاعية دائما نحن ندافع والآخر يهاجم أعتقد أن لن نستطيع أن نصمت طويل. لذلك أعتقد أن لدينا الكثير من الأوراق للعبها لإيقاف هذا التمدد الإقليمي العقائدي الأيديولوجي الذي يأتينا من وراء الخليج العربي. أكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مبارك البغيري كنت معي عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك.